أزولي سوانا رسالنا نتمزيخ فأنفذو يسلن الناقص البورن الزاير ثمان ناقص عند صوضاني غالين لدوان تحزن ثلاثا لكونتونير من الحوايج إيغوردان دي سنة رموز نوذين إيغلان تدون السواق الزاير لفسيقي بوتيدي ون نوزمزو يميكس ناست وخدمنا سازلنا 10 مليون من الغرامة أدنوالي ميكروفون طرق دريديك والسولف دامش في إطار عملية تفتيش البضائع المستوردة تم التصريح بثلاث حاويات تحتوي على أقمشة مستوردة من الصين. عملية التفتيش الدقيق التي قام بها أعوان الجمارك أسفرت بأنها تحتوي على بضائع أو على سلع ذات منشأ إسرائيلي، وذلك بالرجوع إلى الكتاب وإلى الترميز الدولي لهذه البضاعة، بحيث تم إعداد ملف منازعة في قضية الحال طبقا لأحكام المواد 21-312-325 مكرر من قانون الجمارك الجزائري المعدل والمتمم، والذي يقضي بمصادرة البضاعة محل الغش، وكذا دفع غرامة مالية إجمالية والتي تقدر مبدئيا بحوالي 107 مليون دينار جزائري، أي حوالي 10 ملايير سنتيم. سفغد إضليت كوانيت لافارج سيمانة جديد ويسي خدمان إيفردان وين سويس إيفذان دو قفريد نحمام الضلعات ذي المسيلة يوساد ويقيه ميتاك فنيتا جينيت فغط سوساع لوزينات نس ذي الدائرة نولي أشوغ ديبوي أحمد راشتي. En fait, on y gagne largement, que ce soit du traitement, du recyclage ou des routes en béton. On est sur des matériaux locaux, c'est-à-dire que tout est produit localement. On n'a pas de distance de transport, on n'a pas de dégagement de chaleur, on n'a pas de... Voilà, donc en fait, c'est des techniques qui, quand on les compare par rapport à des techniques classiques, on y gagne évidemment en transport, on y gagne en matériaux, on y gagne en dégagement de chaleur, parce qu'on n'a pas besoin de chauffer des matériaux pour les mettre en œuvre. En termes de sécurité, on est gagnant. En termes de délai, on est gagnant. En termes de développement local, on est gagnant, parce que c'est des techniques locales, etc. etc. تعرف كانت زيزوات وغالا ارتفير سواطاس وثممت تنقص ثمذينين نوقفا نتمورث إيغورن يعد كاكورون يعدن ومازال إلاقة تاوي لمقران أكن تفلح تاقي التعوض أروزاليس أدن وليت حاوشتي على نايكي أقوذ أحمد راشتي ذا سقاسي وعرن أكيد أنني فلاحاني تربين في زيزوا ميوالانا كورنا كي عدان إمي تنقص وطاس ثممت ذي ثمذينين نوقفا ثمورث عام سنة كان المنتوج فيما يخص السدرة كان يعني ما شاء الله إنتاج وافير، في خدمنا في ولاية الجلفة في واد جدي وبويقلة ومسعد، أما فيما يخص أنواع أخرى الكاليتوس وكان شوية تراجع عام السنة. في الآونة الأخيرة الكاليتوس ولا يمرض بزاف، راه يعني رانا كل عام راه في تراجع. ثمنات من المتجات وغال سواطا صار فيرك سفغان تمامث ويغال وقي غير ثفرس ندوا يخدمني فلاحان كيكران تشينا اكذي فيرس. حنا اللي نعانيو عليه في متجه هنايا رانا نعانيو في يعني المربي يعاني في خاصة اصحاب المستثمرات اللي راهم يداوي بمواد يعني مواد سامة اللي تقتل النحل، وخاصة في فترة تزهير، وهذا ما يؤثر كذلك على اذا كان قارناه بالعسل يأثر على العسل. وكاين بزاف كثير من الفلاحين كاين مبيدات اللي يستعملوها، دوك هما بون هما كيما يقول لك هما يجهلون الاخطار تاعها، كيما سنا في البريود تاع تشينا ماتنا بزاف النحل. خاصة كان يفدل الحال نتكناوث مازال تخص تمام سواطاس ديال الجزائر، غفا كان إلا قطاس نتساويل ذي فلاحان يصربين في زيزوا، إوا كان تصاوث في اللحثاقي غير وزاليس. أشناية أمقران لونيس أيت من قلات لا يتهجي ثمغرات أمقران تارا يخدم أسن الجمعة يديس دوني القاعة البيضاوية ذي الجزائر ثمن ناخث أفرف عن نتمديث أيت من قلات يتوسنن استزليت ثلثية ما ذي العمري وأدي شنو أكو ذي زلاتين ينس يتوسنن أكو ثيرا نتزلاتين ذي الألبوميس أجديد. فقراني سالن نتمزيغت انجاكم ديل هنا.